بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المؤمنون المصلون، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي ليلة 13 من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 للهجرة. نأخذ فيها بإذن الله تعالى ونجتمع سويا في هذا المسجد المبارك لأجل أن نتدارس شيئا من سيرة عظيم من عظماء الإسلام، من سيرة رجل مضى في هذه الحياة وقضاها ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض، والمؤمنون والمؤمنات عنه راضون، إنه أبو بكر الصديق. ومع درسي في حضرة الصديق الثامن الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فيه فتوح العارفين، وأن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يجعلنا بالعلم عاملين، وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتفين، وعلى طريق السلف الصالحين ماضين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نصل إلى سيرة هذا العلم العظيم من أعلام هذه الأمة، أذكر نفسي وأذكركم بحق إخوتنا في الدين أهل غزة الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بعدو الأمة الصهيوني الغاشم، الذي أهلك الحرث والنسل، الذي أشاع الفساد في البلاد والعباد. أولئك الإخوة الذين هم إخواننا في الله، الذين هم إخواننا في الدين، وكم يعسر على النفس ويشق عليها أن نسمع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نرى ذلك من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن تعليمات هذه الشريعة الغراء في مختلف أحكامها التي نقضي بها حياتنا هذه، إلا أننا نبقى عاجزين عن أن ننصر إخواننا. نرى أولئك الأقوام الذين اعتدوا، والذين بلغ فسادهم وإفسادهم الزبا بعد أن جاءوا إلى بلاد المسلمين مستوطنين فيها، يشيعون الفساد بين البلاد في البلاد والعباد، ومع ذلك يبقى الإنسان ينظر إلى إخوانه يسومهم أعداؤه وأعداء الأمة الخسف والفساد. كل ذلك ليحزن النفس حقا، أن يبقى الإنسان في غمده لا ينفع شيئا ولا يفيد إخوانه بشيء، وهو ينظر نظرة إليهم دون أن يسعى إلى نصر إخوانه. وهذا الواقع في حقيقته إنما هو دليل على ذلة هذه الأمة وصغارها، حينما يأتيها أعداؤها يتكالب عليها أهل الشرق وأهل الغرب دون أن يكون جيرانها وأهلها ممن ينتسبون إلى الدين نفسه، دون أن يأتي هؤلاء وأن ينصروا إخوانهم، إنها لذلة حقا. لئن قال ابن السبكي من قبل قرون من الآن: إنه ما بلغ المسلمون مبلغا من الذل والهوان ما بلغوه يوم هاجمهم التتار، إذ كان المسلم حينها يأتي إلى التتار يخبرهم: هذا مسلم فتعالوا إليه فاقبضوه. هذا هو حال المسلمين، لأجل أن ينجي نفسه يعلق على ذلك يقول: إنه ما بلغ الإسلام والمسلمون مبلغا من الذل والهوان مثل هذا المبلغ حينما جاءهم التتار. ويا ترى ماذا سيقول ابن السبكي لو جاء إلى بلداننا، لو جاء إلى واقعنا هذا وإلى زماننا، وهو يرى المسلمين يتخاذلون عن أن ينصروا إخوانهم، تدكدك بيوتهم كما ترونهم، يقتل أطفالهم، ترمل نساؤهم، يشاع الفساد في الأرض،
ولكن مع ذلك لا ينبس أحد ببنت شفة في إنكار مثل هذا المنكر. أليس عارا على بلداننا أن يشيع مثل هذا الفساد؟ أليس عارا أن لا يكون هنالك مسلم إيمانه حقيقي يمكنه أن ينكر هذا الفساد كله؟ لأجل ذلك لا يكون الفساد في أعلى مستويات المسلمين إلا حينما يتمكن الفساد من آحادهم وأفرادهم. ولأجل هذا فكل واحد منا عليه أن يرجع باللائمة على نفسه إن كان ما بينه وبين ربه ليس معمورا، فإنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. نعم، هؤلاء هم المؤمنون، ولكن ماذا سيفعل الإنسان حينما يكون العدو يجثم في وسطه وبين إخوانه المسلمين وإخوانه لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا؟ بعمنا الأصل في حقيقة المؤمنين أنهم متماسكون متآزرون بفضل شريعة الإسلام محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. تراهم ركعا سجدا، هذا هو حالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم. هذا الحال فيهم، أنهم قائمون بأمر الله سبحانه وتعالى، قائمون بشرعه، وبعد أن كانت سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هؤلاء الذين ظهرت عليهم العبادة وآثارها هم وحدهم من يمكنهم أن يرتبطوا بإخوانهم وأن لا ينسوا إخوانهم مهما كان الحال. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، أي أخرج نباته من تحت، كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستغلظ فاستوى على سوقه، هذا هو حال المؤمنين، أنهم يقوى بعضهم ببعض. وإن لم يكن هذا هو الواقع فمعنى ذلك أن في الالتزام بأمر الله خللا. ولأجل هذا أحض نفسي أولا وأحضكم أيضا على أنه قد يصاب المسلمون بمثل هذا المصاب لذنب يفعله الواحد منا، من يدري ما يكون بينه وبين ربه. لأنه لو صدقت علاقات الآحاد بربهم سبحانه وتعالى لما ابتلي المؤمنون بما ابتلوا به في زماننا هذا. ولأجل هذا فإنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أدعو نفسي وأدعوكم إخوتي وأبين لكم أن إسلام الإنسان والتزامه بأمر الله ليس هو أمرا محصورا بأدائه لصلواته الخمس، فالإسلام كل لا يتجزأ، وبقدر إيمانك وبقدر حفاظك على صلاتك التي هي ركن من أركان هذا الدين يجب أن تكون نصرتك لأخيك. هكذا أنتم ترون أن أرباب الملل المختلفة في زماننا هذا جاءوا من شرق الأرض وغربها، كلهم كل واحد منهم يرسل مبعوثة يرسل مندوبة لأجل أن يطمئن العدو الغاشم أننا معك وأن أيادينا معك. لكن أفعل ذلك أحد من المسلمين؟ أكان هنالك رأي واحد من المسلمين في اتجاه هذه القضايا؟ إذن لابد من أن ننصر إخواننا بقدر مستطاعنا في دعائنا لربنا سبحانه وفي بياننا لهذه القضية لأجل أن تتبناها الأجيال وأن لا تغيب عنها، حتى لا يسيطر على هذه الأمة أمر الوهن الذي يأتيها من التطبيع. وأنتم ترون أن هذا الأمر موجه حق التوجيه حتى طال الفقهاء والعلماء الذين دعا كثير منهم بميوعة في التفكير إلى أن يكون المسلمون كغيرهم وإلى أن يتعايشوا مع سواهم. وما المقصود من ذلك كله إلا أن يتعايش المسلم مع عدوه، إلا أن يحني له رقبته إذلالا، إلا أن يحني له رقبته صغارا، وهذا لا يمكن أن يرضاه إيمان الإنسان، وقبل ذلك لا يمكن أن ترضاه الفطر السليمة كما تعلمون. ولأجل هذا لابد من أن ينقي الإنسان فكرة وأن يكون مرتبطا بكتاب الله تعالى، وأن يكون فكره ومعتقده
وكل ذلك مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فثم المعتصم، وتاريخنا كله ينبئ منذ 14 قرنا أنه ما كانت للمسلمين كلمة ولا كانت للمسلمين مكانة طيلة الأيام كلها، إلا حينما سعى المسلمون إلى أن يرتبطوا بأمر الله تعالى حق الارتباط. ودونكم التاريخ، ما الذي فعلته القوميات المقيتة الضيقة بمجتمعات المسلمين؟ ألم تكن الهزائم الكبرى في مجتمعات المسلمين حينما تنادى أفرادهم بالقوميات الضيقة؟ ألم يكن الذل والصغار حينما ابتعد أبناء المسلمين عن دينهم؟ ولا أدري ما يقول أرباب الرحمة واللطافة الذين صدعوا أسماعنا منذ زمن بعيد، ولا يكادون يفترون عن ضجيجهم حينما كانوا يدعون إلى الرحمة التي تشيع في بلدان الغرب، حينما كانوا يدعون إلى حرية الرأي التي تكون في الغرب، حينما كانوا يدعون إلى العدالة التي هي في الغرب، إلى العدالة التي ينشرها تمثال الحرية الذي أغرى هؤلاء الأقوام من بني جلدتنا، وما كاد هؤلاء يسكتون. لا أدري في هذه الأيام ما الذي يقولون، وهم ينظرون إلى أطفال، إلى أشلاء الأطفال حينما يأتيهم أولئك الأقوام، ويعلمون أنها لأطفال، وهم يأتون إلى أولئك ويقصفونهم بما يستطيعون، بما يعده العالم المتحضر الآن أنه جرم يعاقب عليه القانون الدولي. ولكن الحق يقال أن هذا الكون لا تديره إلا القوة، وأن هذا العالم لا يفرض الإنسان فيه رأيه إلا حينما يكون خويا، فإن الناس لا يسلكون سوى خطى الأقوياء، وإن كانوا حينما لا يتعارض مع مصالحهم يرقون للضعفاء. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، على أن تعاليم شريعة الإسلام حينما تأتي لم تكون إلا رحمة للعالمين. أنتم رأيتم ما يفعله المسلمون المرتبطون بكتاب الله تعالى حينما يراعون أمر الله تعالى في الأسارى، حينما يراعون أمر الله تعالى في الأطفال والنساء وغيرهم، أتجدون مثل ذاك الرقي عند غير المسلمين؟ وما الذي تفعله الأنفس الأمارة بالسوء للإنسان حينما يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى؟ أتدعوه إلا إلى الانتقام وإلى الجرم وإلى تصفية غيره ممن يظن أنه يعاديه؟ لن تجدوا أهنأ لهذا العالم ولا أرحم به من تعاليم وحي الله سبحانه وتعالى الذي ختم به الرسالات في دين الإسلام، والذي جعله الله تعالى أمانة في أعناقنا لأجل أن يخرج هذا العالم كله من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وذلك كله هو واجبنا، وما نراه من مصائب وما نراه من حروب تأتي إلينا تقتل رجالنا وتيتم أطفالنا وترمل نساءنا، ما هي إلا رسالة من الله تعالى إلينا أن هذا العالم في سوء وخسار، لئن لم يرجع المسلمون إلى دينهم وإلى قيادة هذا العالم نحو شاطئ الأمان وبر السلام. ولن يكون سلام كما قلت لكم وأكرر وأعتقده معتقدا ألقى به الله سبحانه وتعالى، لن يكون سلام إلا وفق أمر الله سبحانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر صلاح ورشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويحكم فيه بشرعه سبحانه وتعالى، وتقام فيه حدوده، حتى لا نرى في العالم ما نراه الآن من مصائب وأمنات ومواجع، كلها لو تفكر فيها الإنسان لذهب لأجلها لب العاقل حينما يرى المآسي منتشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه وإلى دينه ردا جميلا. أما موضوعنا اليوم